دعتنا يا جماعة. أبو طلال من سياسته في البرنامج في المحتوى يقول أبو عبد الله نحن نباك تكون بس في البرايم، ما نباك تجينا دائما. طبعا هي سياسة جميلة ورائعة وقوية. ويقول نباك تجينا لما تكون في أشياء يعني قوية إن شاء الله. اليوم عندنا ضيف كبير وعزيز علينا الأستاذ يوسف القفاري الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبد الله العثيم. حياك الله أبو محمد. الله يحييكم جميعا. أهلا وسهلا. الله يرضى عليك. خلوكم معنا. اليوم عندنا حنتكلم في أشياء كثيرة جدا، وفي آخر كلامنا مع أبو محمد في عندنا كم إعلان للشباب وللجمهور بشرة يعني أشياء جميلة وإعلانات أخبار كويسة. المرة الماضية أبو محمد لما جانا ما شاء الله تبارك الله قال العثيم ما يرعى واحد متسابق، مشي على سياسة الكبير كبير، قال نحن شركة سعودية مساهمة للوطن المملكة العربية السعودية، نحن هنرعى كل الشباب. وطبعا طلع هاشتاج جميل من عندكم، شكرا العثيم رعاية الجميع، وما شاء الله تبارك الله ذاك اليوم جاب أكثر من 250 ألف تغريدة في ذاك اليوم. الله يحييك يا هلا. الله يرضى عليك. طيب هلا. طبعا يو هيثم لازم تسوي حركات هذه عشان يبي يطلع شعار الهاي بوينت تبع الشاشه على طول. تستاهلون. السلام ورحمه الله. يا هلا. هلا والله وسهلا. الله يحييك. الله يحييك. كيف الحال؟ شلونك؟ الله يرضى عليك. كيف حالك وشلونكم؟ عساكم طيبين؟ طيب. الله يحييكم. اول شيء حنتكلم اليوم مع ابو محمد. طبعا ذاك اليوم قال جو وقال هذه 300,000 رعايه كل الشباب المتسابقين، وكانت بادرة جميلة جدا ورائعة. نحن نقول دائما الكبير كبير. الله يسلمك. والله أبو محمد الكبير كبير، وانتم جزاكم الله خير. ما يعني هذا دعم من شركة وطنية مساهمة، كل هالجمهور هم اللي يملكوا فيها. صحيح. فما هو دعم لا من يوسف، انا شخص مسؤول تنفيذي ونفذ قرارات وسياسات واستراتيجيات شركة. نعم. هدفها دعم الإعلام المحافظ ودعم مثل هالبرامج مثل هالشباب، وأيضا تعطي صورة أمام هالجمهور اللي يتابعنا إنه شركة العثيم هي شركة وطنية، شركة سعودية قريبة من المجتمع دائما. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا. طبعا شركة هلا وسهلا. الله يحييكم ويبقيك. يا هلا هلا هلا. يا هلا ونعم. حياك الله. الله يرضى عليك. يا هلا هلا وسهلا. الله يحييك. منورين. يا هلا. الله يرضى عليك. اهلا اخبار الله. طيبين. كيف امورك؟ بعد البرنامج. الله يعطيك العافية. يرضى عليك. هلا هلا. قدامه مرة واحدة. حياك الله. يا هلا. الله يسلمك عمرك. كيف الاخبار؟ طيب. الله يحييك. يا هلا وسهلا. الله يحييك. طيب. يلا خلونا نبدا الحديث عشان اليوم في اخبار يعني اعلانات جميله وقويه ان شاء الله. هلا والله وسهلا. السلامه. كيف حالك؟ الله يسلم عمرك ويبقيك. يا هلا. ها؟ احنا ولا شيء بلا الشياب. الله اكبر. الله يرضى عليك. تسلم. الله يرضى عليك. طيب. طيب او انا اول كلام اليوم مع ابو محمد نبغى نشوف يعني نحن في برنامج رصيده وشركه استدامه ليش بالضبط يعني كنا حريصين انه شركه العثيم اسواق العثيم اللي هي تكون معانا في البرنامج. يعني في شركات مواد غذائيه تجزئه كثيره في السعوديه، ليش نحن حرصنا على الشركه هذه؟ ولعلمكم ترى مفاوضاتنا مع الشركه قعدت حوالي 12 شهر تقريبا. ايوه. وليش يعني النفس الطويل ده كان من الطرفين؟ الان حتسمعوا. اول شيء شركه اسواق عبد الله العثيم عندهم جهد خرافي وكبير جدا غير معروف امام الناس، واليوم نحن بنعرف الناس تعرف عليه في مجال المسؤوليه الاجتماعيه. حنسمع منك ابو محمد، انتوا اول شيء في مجال دعم الشباب. والله شوف، مجال دعم الشباب طبعا احنا زي ما ذكرت انا دائما اكرر احنا شركه وطنيه، يمكن احنا من الشركات الاولى اللي سعودت الوظائف قبل ما نسمع بشيء اسمه سعوده ونسب وتوطين ونطاقات. يعني احنا نرى انه هذا كانت مسؤوليه على الشركه وليست متطلب حكومي ولا نظامي انه لازم تسعود، لانه شباب الوطن هم اللي بيبقون للشركه هذه. صحيح. فالشركه بادرت يعني من سنوات طويله الى انشاء اكاديميه تدرب تستقطب الشباب
الخريجين الحديثين سواء أو حتى اللي ما كمل تعليمه، تهيئه وتعطيه برامج تدريبية، تهيئه وتأهله لدخول سوق التجزئة. يعني الشاب بدون شهادة، واليوم زي ما أنتم عارفين يعني سوق التجزئة ما هو سهل، يعني سوق يستوعب مليونين شاب سعودي، يعني لو سعودنا سوق التجزئة كله بالكامل يمكن ما سمعنا عن شيء اسمه بطالة. فالحمد لله تجاوزنا 40,000 شاب سعودي، دربناهم وأهلناهم لسوق العمل، منهم من يعمل لدينا ومنهم من يعمل لدى الشركات الأخرى. ما تشترطوا أنتم أبدا، ما نشترط لا إطلاقا. نحن نقول له تعال ندربك ونعطيك شهادة ونأهلك. وكم يدفع قيمة التدريب؟ ولا شيء، مجانا، هو عمل خيري اجتماعي. جميل. ولله الحمد يعني والشكر، شيء تفتخر فيها الشركة ونفتخر بالأعداد الألوف المؤلفة اللي خرجناهم، لدرجة أنه كثير من شركات التجزئة الآن بعضها يشترط شهادة من أكاديمية العثيم. ما شاء الله. فشركات التجزئة اللي هم غير العثيم. حلو. فالحمد لله يعني هذا أوجد بيئة للسعودة وتوطين الوظائف عندنا في 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 شركة أسواق الآن العثيم. أنتم يعني عندكم، خلينا نأخذ يعني سبيل مثال الحصر. نعم. الشاب اللي بيشتغل كاشير عندكم كم يبدا راتبه معاكم؟ طبعا كراتب يبدا 4,000، بعد 6 اشهر 4,500، وعنده احنا نسميها حافز الكاشير على عدد العمليات اللي يمررها، متوسط 1000 ريال، وعنده مكافاه نهايه السنه، مكافاه اداء حسب ادائه، وعنده بعد ما يمضي سنتين يحصل على 15,000. اول سنه نعطيه 5,000، بعد ما يكمل السنه، بعد ما يكمل السنتين يحصل على 10,000 و 15,000 ريال. فلما تيجي تحسب متوسط دخله تلاقيه لا هي اول سنه وبعد سنتين. فلما تيجي تحسب متوسط الدخل للشاب السعودي الحديث ما بين 5,500 الى 6,000 وحسب جهده وادائه كاشير. نعم. والكاشير انت بتاخذ متوسط وثانوي ولا بتاخذ جامعه؟ ناخذ من المتوسط الى الثانوي الى الدبلوم. بسيطه 5,000. اي واحد خريج متوسط. وازيدك على ذلك يا ابو عبد الله تامينات اجتماعيه له، تامين طبي، تامينات اجتماعيه، وعنده ايضا بطاقه اكتساب يشتري بالاجل، وله خصم زي يعني اهم العملاء، وفي امتيازات كثيره للموظفين ولله الحمد. هذا اللي هو لو جينا قلنا موظف الكاشير اللي هو. نعم. الناس اعتبر انه انا قبل يعني 8-9 سنين عملت لقاء مع واحد من الشباب السعودي كان اسمه معيض العتيبي. نعم. بدا يشتغل يجمع عربيات وبدا وكان ياخذ ذيك الايام لما اشتغل كاشير كان ياخذ 1,800. نعم. وكان معاه شهاده جامعيه. واجتهد الشاب ده في الشركه اللي هو موجود فيها واصبح مدير اقليمي في الشركه، ويعني من 1,500 الان ياخذ 25,000 في ظرف 6 سنوات. والامثله هذه موجوده عندنا ابو عبد الله، يعني عندنا اليوم مدراء فروع، مدير اقليمي، مدراء حتى بعض الادارات اصلا ابتدعوا من وظيفه كاشير. يعني شباب سعودي خلال 5 سنوات لقي اثبت نفسه وبين للاداره انه الشاب يعتمد عليه وقد المسؤوليه، سلمناه فرع، بعدين سلمناه منطقه، بعدين وجدنا انه يستطيع انه يدرب ويؤهل ويطور الشباب السعودي، سلمناه يعني وظائف مسؤوليات ومهام اكبر. جميل. انتم تروا توظيف الشباب السعودي ما هو عشان نظام، بينما هو هذا واجب عليه. هذا واجب واولويه. يعني اولويه لنا، يعني سعاده رئيس مجلس الاداره الشيخ عبد الله العثيم دائما يقول الوظيفه اللي تقدر تحط فيها سعودي سعودها، ما هو شرط يكون مطلوب منك. هذا الكلام ترى زمان، يعني اتكلم من 10 سنوات تقريبا. الحمد لله متجاوزين 35%، لكن لما تجي تشوف انه شركات التجزئه صعب انك تصل الى اكثر من 30-32-33%، لانه الوظائف اللي تستطيع تسعودها داخل السوق ما تتجاوز المدير، المشرفين، الكاشير، البائعين، الباقي كلها عماله ما تستطيع انك تسعودها، يعني عمال تحميل، تنزيل، عمال نظافه، عمال رص. ف ما حيكون مستوى الدخل قوي عشان تقدر تساعد الوظائف. لا، هو راح تكون تكلفه الوظيفه على الشركه عاليه وعلى المواطن ما فيها لا قيمه مضافه. جميل. انك تجيب واحد سعودي وتقول تعال والله راح اخليك عامل نظافه ولا شيء في بلد هالاقتصاد القوي. لا بالعكس، احنا ناخذه ونأهله ونطوره ونعطيه وظيفه يستطيع انه يحصل منها دخل. هذا العثيم اللي بيسووه مع او بيعملوه مع الشباب. نعم. خلينا نشوف مع الشعب. نعم والله، طبعا انت زي ما ذكرت يعني المسؤوليه الاجتماعيه هذه رساله في الشركه،
وجزء يعني هام من استراتيجية الشركة أن تكون جزء من المجتمع. إحنا طبعًا لا يمكن أخذ وقتكم كله لو بتحدث عن برامج وال. خلينا نمسك أنا البرامج والمسؤولية الاجتماعية، لكن خليني أعطيك بعض المبادرات اللي الشركة قامت فيها. يمكن إحنا الحمد لله معظم الجمعيات الخيرية اللي في المملكة العربية السعودية يحصلون، يا هلا وسهلا، يحصلون على 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 دعم خاص من يصل إلى 10% على أي عمل خيري يقدمونه محتاجين من خلال بطاقات صنابل الخير أو من خلال بطاقة التغذية الإلكترونية. جميل. الآن أنا لما قلتك الشعب السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله وسهلا، حياك الله، هلا بك، حياكم الله، السلام ورحمة الله، السلام ورحمة الله. خلينا نحن الناس تظن المسؤولية الاجتماعية يعني عمل خير، لا، نحن بنقول إن المسؤولية الاجتماعية الشركة بتشعر بواجب تجاه المجتمع. نعم. خلينا نبدأ باللي هم الفقراء. نعم. أو المحتاجين. أنت نعم. عاملين لهم بطايق خاصة. إحنا عندنا برنامج اسمه برنامج اكتساب التكافلي. هذا أي شخص يندرج ضمن ذوي الدخل المحدود، المتقاعدين، العسكريين، الأيتام، الأرامل، هذول لهم معاملة خاصة وخصومات خاصة. أسر الشهداء، السجناء، المطلقات، السجناء، أسر السجناء، نعم، فئات كثيرة، وكل فئة لها كود معين عندنا ولهم خصم معين. فالشركة طبعاً هذا، أما باقي المواطنين فإحنا دائماً نعرض السعر الأقل، يعني ولله الحمد. واستراتيجيتنا هي البيع الكثير والربح القليل. هذه هي المسؤولية رسالة رئيس مجلس الإدارة. لا، هذه من المسؤولية الاجتماعية. أنت لما تيجي تقول يا جماعة ترى أنا منتجاتي متوفرة، اللي بتلاقيه برا مثلاً ب10 ريال حتلاقيه عندي ب8 ريال، ب7 ريال، ب9 ريال. هو في النهاية أنا كمواطن دخلي ما هو ذاك الدخل الكبير، لما أجي أوفر في المقاضي حقتي في الأسبوع، كل أسبوع أوفر لي 100-200 ريال بسبب الأسعار أنت بتعملوها، في نهاية الشهر أنا موفر 400-500 ريال. نعم. تفرق معانا نحن. أضف إلى ذلك العروض والمهرجانات الترويجية اللي نعملها، أضف إلى ذلك خصومات اكتساب حتى للعميل العادي يحصل على عروض خاصة وخصومات، أضف إلى ذلك الأرصدة النقدية لما يشتري 1000 ريال نضاف له في رصيد بطاقة اكتساب 20 ريال تقريبا يستغلها ويشتري فيها أيضا. يشتري مرة ثانية. نعم. حنتكلم عن بطاقة اكتساب، لكن خلينا نغلق موضوع الـ كل واحد يروح على العثيم بيلاحظ في الكاشير لوحة الباقي ما تبغاه، يعني نشوف من الجمعيات اللي انت تبغاها. نعم. تتبرع لها. نعم. فانتوا اثرت، انا سمعت من وقرات هذه الخبر انه واحدة من الشركات اللي تصنع العلك قالت انه في واحدة من السنوات كسبوا من البقايا، انه بدل ما تدي الباقي تعطي علك 96 مليون ريال. نعم صحيح. انتوا بواقع الهلل اثرتوا انكم ما تبيعوا فيها، اثرتوا انكم تعطوها للجمعيات. احنا عام 2014 كم كان حقق والله شوف، طبعا هو لانه يوميا يزيد مع كل عمليه، حتى في نفس الاشعار بتبرعك هذا اصبح رصيد الجمعيه الفلانيه مبلغ وقدره، لانه ممكن واحد يتبرع لجمعيه البر، جمعيه تحفيظ القران، فكل جمعيه لها رصيد، لكنها تجاوزت المليونين ريال ولله الحمد. هذه كانت مبالغ مهدره ولله الحمد. وطبعا احنا نعطي العميل 3 خيارات، انه يتبرع للجمعيه، اذا قرر انه يتبرع للجمعيه هو يختار الجمعيه. الخيار الثاني انه يضيف الهلل هذا للرصيد بطاقه الاكتساب، بحيث انه يستفيد منه وممكن يشتري فيه. يعني حتى اللي تبرع فيه. نعم. ينضاف لا، يعني هذا خيار اخر، انه اذا يبغى يتبرع خلاص تبرع الجمعيه، اذا نحدد الجمعيه. الخيار الثاني انه يضيفه للرصيد بطاقه الاكتساب. أيوه. زي بطاقه الصراف. حلو. اضيفه في حسابي البنكي. الخيار الثالث انه ياخذ الهلل، لانه بعض الناس يقول لك لا انا ابغى الهلل، فنعطيه الهلل. ترى انا واحد منهم. اديني الهلل، اديني الهلل. باقي لي نص ريال، اديني نص ريال. بس 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 يضيع، كيف تحتفظ فيه يعني؟ لا يعني بحتفظ فيه. لا المعدن صعب حمله. لا عندي علمه كذا. ما شاء الله. مليانه فيها. طيب اليوم ايش حنقول ايش باقي في المسؤول الاجتماعي؟ والله طبعا احنا يعني لنا عندنا مبادرات، سواء في مكافحه التدخين، عيادات مكافحه التدخين، طبعا شركه العثيم شركه الحمد لله، يعني شركه كل تعاملاتها شرعيه، لا نبيع الدخان، دائما حريصين على مجلات ما تبيعها، وحتى مجلات، حتى سيديات، اسطوانات، اغاني، ولله الحمد كلها ما نبيعها. شركه محافظه قريبه للمجتمع،
عندنا مبادرات كثيرة سواء في إنشاء عيادات لمكافحة التدخين أو في برامج زيارات المرضى وتقديم هدايا لهم، في الخصومات اللي ذكرناها، الدعم اللي نقدمه للجمعيات الخيرية. برنامج أرسلتوا كمان دعم للنازحين الأخوان؟ نعم، في سوريا، في الصومال، في جميع الدول اللي تعرضت لكوارث. الحمد لله الشركة كان لها وقفة معها ولله الحمد. نحن بنشوف في شوارعنا وفي مدننا كثير من الشركات المتخصصة في بيع التجزئة، والحقيقة ما بنسمع من هذه الشركة. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مساكم الله بالخير جميعا. لا والله عاد ما يقوم أحد. دخل ما حلف. حلف ما يقوم أحد. تخلي ترى تخلي. حلف ما يقوم أحد. حلف ما حد. حلف حلف ما تقوم. سكت. الله يحييك الله يحييك. الله يبارك فيك. بنشوف كثير من الشركات بيع التجزئة، بنسمع بنشوفهم في شوارعنا في مدننا، بنسمع بنزلوا في آخر السنة القوائم المالية والحساب الختامي والأرباح اللي بتحقق، ما بنسمع المشاريع الكبيرة والضخمة اللي بتعملها شركة أسواق الأثاث. جزاكم الله خير. الله يجزاك خير أبو محمد. الحقيقة يعني جهد يشكر ويذكر وتشكرون عليه ما شاء الله تبارك الله. أنا الحمد لله. من أجمل الأشياء اللي تسرني دائما في أي شركة اللي تبي تقول نحن حريصين على السعودة. نحن يعني رقم إنه أكثر من 40,000 شاب دربوهم إنهم كيف يشتغلوا في شركات التجزئة، ومو شرط تشتغل في العثيم، والتكلفة كلها بالكامل عليهم. هذه شركة وطنية وحديثة على شباب الوطن وعلى على مجتمعنا. الحمد لله، والقادم أفضل بإذن الله. بإذن الله تعالى. الآن طبعا من الأشياء كمان في المسؤولية الاجتماعية تبع من اللي بيقولوا فيها المجتمع شكرا، المهرجانات الأسبوعية هذه اللي بتعملوها أنتوا يوم. نعم. الاثنين بتقولوا كيلو علينا وكيلو علينا. نعم بالضبط، نختار مجموعة من الأصناف الطازجة سواء في الخضار، في اللحوم، في الأجبان، في المكسرات. أي. وبنعرض عليها كيلو عليها كيلو بنفس السعر بدون ما زيادة أو غير مهرجانات مهرجانات الأسبوعية والشهرية وحملات الميجا والعودة للمدارس. وهذا بخلاف أيضا حرصنا على توفير أصناف العلامة التجارية الخاصة بنا اللي هي في متناول الجميع، جودة منافسة وسعر منافس أقل بكثير من العلامات التجارية الأخرى. جدا. نحن أنا في مرة من المرات شفت البشور تبعكم حق السلام ورحمة الله تبع الخصومات. هلا حياك الله. تبع الخصومات وجدت إنه في واحدة من المنتجات اللي بتتباع في كل المحلات ب 92 ريال وجدت عندكم ب 82 ريال. الحمد لله. ولا وفي 10 ريال في منتجات مبلغ. أقل قد تجد فيها فرق 25 إلى 30 ريال. العلامة التجارية تبعنا مقارنة بالعلامة التجارية الأخرى. لا هذا منتج دولي يعني في كل العالم بيتباع. أنا وجدته ب 92 ريال وجدته عندكم ب 82 ريال. أنا بقول إنه انت بتنزل 10 ريال، انت بتتكلم انت نزلت حوالي 12-13%. والله شوف ابو عبد الله، يعني احنا شركه مساهمه عامه قوائمنا الماليه معلنه، تشوف المبيعات تسمع مليارات. يعني احنا 2014 بعنا 5 مليار و200 وشويه، لما تيجي تشوف ربحنا 3%. يعني ما نتكلم عن والله هامش ربح تقول والله 10% ولا 15%، لانه المواد الغذائيه وخاصه احنا استراتيجيتنا نخفض بالسعر وبيع كميات اكبر. جميل. اليوم حنتكلم حنسمع ال إيش عندك إضافة أبو طلال؟ لا بس عشان الاحتساب بس. يلا الآن كم باقي على الأذان؟ ما بدي شيء. يلا حنسمع اليوم هدية العثيم للشباب اليوم. والله طبعا احنا تعرفون بطاقة الاكتساب عندنا اكثر من 800,000 عميل نشط يعني في اكتساب، يمكن اكثر من مليون بطاقة، مليون وشوي بطاقة اللي وزعت، لكن العملاء النشطين هم 800,000 وشوي. فاحنا يعني استحدثنا عندنا في نظام الاي تي عندنا بالسيستم انه لكل متسابق ربطناه، حطنا له كود معين بحيث اي عميل يتصل يفعل بطاقة يقول والله انا ادعم فلان ادعم فلان ادعم فلان. فهذه في نهايه اليوم نستطيع نجي نقول لكم والله فلان من المتسابقين تفعل له والله 1000 بطاقه ولا 500 بطاقه ولا. وايضا نستطيع نقيس مشترياتها، نقيس المشتريات عليها زي ما اتفقنا مع ابو عبد الله. احنا عندنا كمبادره من عندنا نقول اللي يحصل على المركز الاول نعطيه 10,000 ريال، واللي يحصل على المركز الثاني 7,000 ريال، واللي يحصل على المركز الثالث 3,000 ريال. هذه بطاقة اكتساب. البطاقة هي بطاقة ولاء للعثيم. اتفقنا مع شركة سواق عبد الله العثيم انه اي بطاقة
حتى يعني الجمهور اول الهدايا لابو عبد الكريم. طيب هاتها خلينا نوريها للناس. طبعا البطاقات هذه يا ابو عبد الله موجوده بفروعنا مجانا ولا يشترط فيها الشراء ولا يشترط فيها اي شيء، مجرد انه العميل لما يحصل على البطاقه يتصل على الرقم 920-00-00-702 اللي هو 924-702 ويقول انا بفعل البطاقه رقم كذا وكذا. خلينا نقول شو يا جماعه، يلا هذه هي البطاقه وهذا الظرف اللي تلاقوه في الفروع، تطلب الظرف هذا تاخذه تعبيه وتتصل على الرقم. ما في تعبئه، ما في تعبئه لا ابدا، ياخذه بس ويتصل على الرقم اللي هو 9924-702 ورقم يعني. بطاقه اكتساب كل بطاقه لها رقم في الخلف، مجرد ما يتصل يقول لهم هذه رقم البطاقه ابغى افعلها وانا للمتسابق فلان الفلاني. خلف البطاقة زي ما احنا شايفين هنا، خلف البطاقة موجود رقم، هذا أصبح رقم ممكن يكون لياسر، ممكن يكون لأحمد، ممكن يكون للشراري، ممكن يكون للشيخ شجاع، ممكن يكون لهيثم، لأي واحد من المتسابقين هذول. انتوا فقط تروح أي فرع من فروع أسواق العثيم تأخذ الظرف هذا، تطلع البطاقة دي، تتصلوا على الرقم اللي هو 924-702 وتعطوا الرقم هذا وتقول انا تعطيه معلوماتك طبعا اسمك وكذا او اسمك، وتقول انا هذه البطاقه للمتسابق الفلاني. كل بطاقه عليها لها 10 نقاط لكل واحد متسابق، سواء اشترى ولا ما اشترى، سواء اشترى ما اشترى شوف هي بلاش. انت بتاخذ ما اشترى عادي، انت بتاخذ البطاقه بلاش وبتتصل بتفعلها بلاش تمام، وبتاخذ 10 نقاط في رصيد كل متسابق. طب اللي عنده نوع البطاقه ابو عبد الله يتصل ويربطها، يتصل ويربطها. يلا ليش ترى يا ابو عبد الله يوقف عند كاشير ويطلب مثلا متسابق رقم هيثم؟ لا ما في كاشير، عن طريق خدمه العملاء. خدمه العملاء هذا هاتف 24 ساعه شغال. نعم 24 ساعه يعني انا اتصل بهاتف واربط اسمي مثلا مع شجاع. نعم مع بالضبط. احمد انت ما تربط اسمك، تربط البطاقه، بطاقه احط اسم ثاني. نعم بالضبط. فانت بتروح بتاخذ البطاقه وبتقول انا فاعلها باسم راحت 10 نقاط هذه كل متسابق. طبعا لو جاكم 1000 في 10 كم؟ 10000 نقطه. انا هذا كله بس عشان الوضع، احنا متوسط البطاقات اللي فعلها يوميا ما بين 2500 ل 3000. يلا هذا بدون مسابقه يعني بدون اي شيء. يلا فالان كلنا نروح، اللي عنده بطاقه ما عنده بطاقه ياخذ بطاقه اكتساب ويفعلها ويحطها باسم دقيقه. حاجيكم شباب، حيجيكم وقت انتم تسوقوا وتتكلموا عن الموضوع ده. طيب الحين خلينا يلا جالكم في الشراء. الامر الثاني، تعالوا اشترينا، اشتريت المقاضي صح؟ هذه المقاضي اللي اشتريته، مبلغ المقاضي اللي اشتروا فيه يعتبر كأنه تصويت للمتسابق، بحيث انه اعلى ولا اعلى متسابق جاله مقاضي بياخذ 10000 ريال المتسابق مو اللي بيشتري. عشان نطلع من الحلال والحرام شرعا نحن المتسابق وليس للمن يشتري، عشان ما نقول والله احنا الزمناه بالشراء عشان ياخذ جائزه. لا لا، انت اشتريت بتروح اعلى، بنيجي نشوف مين اعلى واحد اصبح عنده مشتريات عن طريق البطاقه، بنعطي واحد متسابق 10000 ريال، الثاني حياخذ 7000 ريال، الثالث حياخذ 3000 ريال. طبعا موضوع بطاقه اكتساب والمشتريات مو بس الشباب الموجودين هنا، حتى الشباب اللي طلعوا برا. يلا ما شاء الله. اي العشرين كلهم يعني طبعا يعني حتى العشرين اللي طالعين لهم نصيب، لهم نصيب يعني التسعه اللي برا الان ممكن الواحد يتصل ياخذ بطاقه ويقول انا ابغاها للمتسابق الفلاني. بس هو طلع يعني ايش يحتاج في النقاط؟ لا هو النقاط نحن قلنا اعلى واحد مشتريات فيكم حياخذ 10000 صح، وال10000 هذه وال7000 وال3000 هذه اللي الموجود واللي برا. والنقاط هذه للمتسابقين، النقاط لكم انتم المتسابقين اللي داخل البرنامج. النقاط حسب الشراء صح؟ ها؟ حسب الشراء. لا حسب البطاقة اللي تدفعها. حق البطاقة، الحين البطاقة انت اشتريتها؟ ايوه اخذتها مجانية. نزل في حسابك 10 نقاط. أيوه. تمام؟ حلو. طيب المشتريات؟ تزيد.
10% من قيمة المشتريات زي ما نحن بنسويها دائما بينزل في رصيدك. ايش تبغى احسن من كذا؟ والله خطير والله. الكورة في ملعبكم الان. ملعب الجمهور يعني دحين العثيم جاء قالوا لنا والميزة ابو عبد الله ان هذا كله الي يعني ما يحتاج كله الي يعني حتى اللي يروح يشتري من الفرع بس يمر البطاقة سيستم يقراها تفعيل البطاقات كله الي يعني ما يعتمد على اشخاص ولا مراجعات ولا نماذج ولا ممتاز ممتاز السلام ورحمة الله حياكم الله اهلا وسهلا بنور الله يعطيك العافية هنا هنا واضح؟ عشان كذا اسمه موجود تلفزيون واقع طيب هذا هو الكلام في شيء اخير ابو محمد تبغى تقوله الله يرضى عليك طيب اذا هذه هي بطاقة اكتساب يا جماعة انتم يعني فيها نحن ما حنعاقب لا يعني هو مو هدفنا نعاقب الجمهور ونعاقب الشباب لا هدفنا انه الان انتم يعني في كل الاحوال بتروح تقضوا تمام فلما بتروح تقضوا روح قضوا من عند العثيم والعثيم بيعطيكم بطاقة اكتساب، بطاقة اكتساب 2% من مشترياتك بطاقة اكتساب بتتحول إلى رصيد لك مستقبلي زائدا كل بطاقة اكتساب جديدة بتطلعها بتروح 10 نقاط لكل واحد من المتسابقين وميزة تمام؟ وميزة إنه واحد وهو جالس في بيته باتصال تليفوني يقدر ينقذ متسابق إنه يطلع من المباراة أبدا أبدا أرسلوا عيالكم على العثيم ياخذ البطاقة هذا وتعالوا أنتم في البيت اتصلوا وفعلوها بطاقة مجانية بطاقة مجانية وهذه ميزة العثيم يعني في جميع الأسواق يحبون بطاقة عليها وسوم هنا بطاقة مجانية بطاقة مجانية ولا وبعد كذا ايش كمان يعني بطاقة مجانية و10% يعني رحتوا قضيتوا ب 1000 ريال 100 نقطة بتروح للشباب لكل للمتسابق اللي انتم تختاروه. هذه نحن فتحنا ابواب كثيرة. الابواب هذه فتحناها كثيرة في موضوع مساعدة الشباب انهم يخرجوا من الأزمة المالية اللي هم مارين فيها في الرصيد السالب الضخم اللي عليهم. نحن هذا بنوصل رسالة بنقول نحن جسد واحد ونحن متكاتفين المجتمع والشركات والشباب وهذولا الشباب في أزمة بنوقف معاهم غلطوا ويعني وقعوا في خطأ والخطأ ذا ترتب عليه نتائج النتائج هذه بنوقف كلنا بنساعدهم حتى نحن في ذات برنامج أديكم يا جماعة اشهد الله الذي لا إله إلا هو يوم الجمعة والسبت الماضية أنا رديت فوق 220,000 ريال كانت فقط وبتدفع هكذا من غير شيء قلنا لا هذا مو طريقتنا ولا هي أسلوبنا أسلوب الدعم الشباب واضح الريال زد رصيدك الآن بطاقة اكتساب المتجر اللي ب 4000 ريال هذه اللي نزلناه كمبادرة مسؤولية اجتماعية الأشياء اللي نحن الطرق واللي ذكرناها والأساليب اللي استحدثناها في البرنامج لمساعدة الشباب الله والشباب خلال الأسبوع هذا ما شاء الله بذلوا بعد جهد زيادة على أنهم قدموا رسالتهم أيضا ما شاء الله جابوا رعاه وجابوا فإننا ننتظر منك أبو عبد الله أيضا تخفيض من المبالغ السالبة اللي علينا من عندكم أنتم ننتظر هذه المبادرة خلاص الله يبارك فيك شكرا لكم شباب شكرا ابو محمد استاذ يوسف شكرا شرفتنا شكرا للاستاذ يوسف القفاري الرئيس التنفيذي لشركه اسواق عبد الله العثيم شكرا لكم انتم جماعه شكرا لكم شباب نشوفكم ان شاء الله والله يوفقكم ان شاء الله يعطيكم العافيه